اللي انت اسمعنا. هذا هو المساج اللي نحب نوصلوه افيك لي تاي ايموسيونيل. هذا هو النقطة الثانية اللي نحب نقولها. في الحقيقة احنا نحب ناخذ مشروعية من عندكم انتوما. مشروعية من عند الناس مفتوحة، الناس كل تكلمت بكل حرية، يظل ما فما حد شيء. والمشروعية هذه تحملنا مسؤولية وتحملكم انتوما مسؤولية، نوليو عنا نفس المسؤولية. هذا الباكت، هذا الميثاق اللي ما بينات. إذا كانوا موافقين عبروا عليه ونستناو في كلامكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولية مشتركة بين جميع السيادية، يعني صغير وكبير وأطفال ورجال ونساء. نحن دائما نقول أنه بوحدتنا بتضامننا مع بعضنا إيدي في إيدك نغير ما يمكن تغييره. اليوم تحركنا قرابة 12 جمعية بأصنافها المختلفة. قمنا بوقفة احتجاجية سلمية، طالبنا من خلالها بحضور السيد الوالي عادل الخبزاني لتدارس الوضع البيئي الكارثي لبلادنا، وهذا ما أثبتته التحاليل والصور. كنشوفوا عام 95 كيفاش كان، اليوم كيفاش ولا، راهو مع بعضنا نجم نغيروا تغيير جذري للوضع الكارثي اللي نعيشوا فيه اليوم.